برحب بحضراتكم مرة تانية. البيت الكبير لسه مستمر، وفقرتنا الحوارية الأخيرة مع واحد من نجوم النادي الأهلي البارزين الحقيقة اللي قدروا يحققوا إنجازات مع النادي الأهلي، وحصدوا طبعا مع الفريق إنجازات كثيرة جدا. واحد من الجيل التاريخي اللي ضم عدد كبير من النجوم، كان طبعا على رأسهم الأسطورة محمود الخطيب. معانا النهاردة في الفقرة دي نجم النادي الأهلي السابق والمدرب القدير كابتن محمد عامر، علشان نتكلم عن مشوار الأهلي الإفريقي، مباراة مرتقبة للأهلي مع الإسماعيلي في مشوار الدوري، وغيرها من الأمور المهمة الكثيرة التي تخص النادي. أهلا بيك يا كابتن محمد. أهلا بيك يا منورنا. الله يبارك فيك. الله يخليك كابتن هاني. كابتن يعني مبسوط إن أنا معاكم النهارده. إحنا سعداء بوجودك يا كابتن معانا، قيمة كبيرة جدا. الله جدا يبارك فيك. وسعداء دايما بتكون معانا في البيت الكبير، يعني بتبقى حلقة مميزة وفقرة مميزة. دايما أقول البيت الكبير بيجمعنا. دايما كل يجمعنا الاهلي يجمعنا. هو البيت الكبير، هو البيت الكبير وبيت الاهلاويه النهارده. طبعا جمهور الاهلي يثق بكم، ده الاول هاشتاج على ترند طبعا. فالنهارده بنتكلم عن جمهور، لا زي ما كنا بنتكلم كده قبل الفاصل وفي الانترو، ان جمهوره ده حماه، هو السند والداعم الرئيسي الاول والاخير جمهور النادي الاهلي. النهارده هاشتاج رقم واحد على تويتر: جمهور النادي الاهلي يثق بكم. فدي رساله مهمه جدا جدا. ممكن نبدا حديثنا بالموضوع ده؟ طبعا مفيش اهم من جمهور النادي الاهلي. وجمهور النادي الاهلي ما كانش بيحضر المباريات دلوقتي في الاستاد بالفعل، لكن على السوشيال ميديا وبيساند الفرقه على السوشيال ميديا. يعني كان من فتره كان في هجوم على راس حربه مروان محسن. وانا حتى عملت بوست عشان يعرفوا ان واحد من ولاد النادي الاهلي بيساندوا، واحنا لازم نساندوا لان ده ابننا. النهارده اهوت في الماتش بتاع امبارح جاب هدف، والهدف ده لو ما كانش جه ما كناش كنا طلعنا مغلوبين. النهارده الاتحاد الافريقي مختاره من ضمن اربعه اخرين اجمل هدف. الاتحاد الافريقي النهارده بيعلن عن اجمل خمس اهداف في الجوله الثالثه من دوري ابطال افريقيا، منهم مروان محسن. بالظبط. فاحنا طبعا الموقف اللي احنا فيه او اللي احنا حطينا نفسنا فيه محتاج الدعم من كل من الجمهور ومن اعلامنا، لان احنا في افريقيا بنمثل مصر كلها، مش بنمثل النادي الاهلي بس. فالجمهور فعلا اكبر داعم لينا واكبر داعم لفرقتنا ان احنا نكمل المشوار. ولسه المشوار احنا الامل موجود فيه ان شاء الله باذن الله بعد مباراه امبارح. فيعني دي يعني انا مع وتعودنا عليها كابتن. يعني احنا عارفين، احنا اولاد النادي الاهلي عارفين ان دايما جماهيرنا، بالرغم في الفتره الاخيره يمكن السوشيال ميديا دخلوا بعض الغرباء عن النادي الاهلي او سياسات النادي الاهلي او مبادئ النادي الاهلي، وبيعملوا نفسهم منتمين للنادي الاهلي، وبالتالي في نوع من انواع الشوشره شويه. لكن بنتكلم على جماهير النادي الاهلي اللي بتحبه دايما، بتبقى سبورت ليه كمان في المواقف الصعبه. أيوة مفيش شك يا كابتن ان احنا في موقف صعب، خلينا نتكلم بكل امانه. طبعا يعني طبعا احنا في موقف صعب، لكن من الموقف صعب دوت دايما ان شاء الله بتيجي البطولات. نتكلم عن الموقف الصعب وبداياته يمكن، والثلاث مباريات في البطوله الافريقيه. بدانا مباراه المريخ، اداء جيد في الشوط الاولاني لكن التهديف في الشوط الثاني. نتكلم على مباراه سيمبا، اداء سيء بكل امانه والنتيجه سيئه. طبعا احنا لكن شفت مباراه امبارح بيتا كلوب ازاي من منظور الكابتن محمد عامر اللعيب، وكمان مدير فني على مستوى رائع. يعني بص، هو اللعيبه امبارح كان في ضغط بسبب مباراه سيمبا الاولانيه. يعني احنا اتغلبنا في سيمبا، وانا اعتقد ان سيمبا مباراه سيمبا يعني كان ممكن تطلع الدرون، كان ممكن احنا نكسب برضو فيها، لكن احنا ما اديناش الاداء اللي هو يوصلنا للمكسب او للدرون. صحيح. فالضغط اللي اللعيبه كانت فيه ان احنا جايين مغلوبين والمجموعه اتلخبطت ومستعجلين من هناك. صحيح. ان احنا نلعب، عايزين نلعب الماتش بكره عشان نعوض،
واعتقد ان احنا يعني حصل كلام كتير قوي ان احنا يعني كلنا كنا بنقول الهزيمه دي كانت يعني هزيمه دي كانت للنادي الاهلي بتحفز اللعيبه وهتخلي اللعيبه هتخلي اللعيبه تعرف ان الله حق وده ألم على وشها لان ما يتهاونش في الـ في الـ في الـ في المباراه القادمه. فجت مباراه امبارح كان في تركيز اكتر من اللازم. يعني انت عارف لما بتبقى بتمسك الكوره او بتجي لك الكوره عاوز تضمنها قوي ما بتجيبهاش. انت يعني في كام كوره جم لقفشه بالذات كان عايز الفرصه الاخيره واحده في الشوط الثاني وقفها لو وهي جايه خدها فيرست تايم. انت عارف الكوره لما بتلعب فيرست تايم ما حدش بيعدل موقفه ما حدش بيعدل وضعه في وقفه او في المدافعين طبعا بيبقى وضعهم الفرص اللي ضاعت امبارح. اولا النادي الاهلي لعب مباراه جيده جدا ومستوى الاداء كان جيد جدا. كان في ناس فوق العاده كان مستواهم عالي جدا. قفشه كان في اجاييه يعني كان في يعني ايمن اشرف ايمن اشرف ونقله من 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 سيرد باك لباك ليفت. وان كان برضه هو غلط في حته ان الراجل فات منه في الجول اللي دخل فينا. لكن كان في افراد على يعني مستواهم فوق العاده كمان. فكون ان احنا نضيع هذه الاهداف وما فيش توفيق لا نلوم جهاز فني ولا نلوم لعيبه. لان احنا اللعيب اللي بيضيع يعني في منظور الناس اللي هي مش فاهمه قوي يقول لك اللعيب اللي بيضيع ده ايه ده انت جايب لي. بالعكس انا بقول ان الفرد اللي بيضيع ده بيحط نفسه في اماكن صح كتير. بيحط نفسه في الاماكن اللي تؤهله ان هو يسجل. لكن في توفيق وعدم توفيق. في شغل تخصصي بقى يعني للفرود ده مع المهاجمين بس ده ينطبق كلام حضرتك ده على بواليا؟ يعني احنا ملاحظين في الفتره الاخيره ديت انه في حاله من عدم التوفيق جدا وامبارح باتت بشكل ملحوظ يا كابتن عامر. يعني مع بواليا انا عايز اقول لك بواليا ده 100 مره بواليا دوت لاعب كويس جدا وهينفع النادي الاهلي في الفتره اللي جايه. هو محتاج إيه اللي حصل يبقى له في الملعب. ايه اللي حصل لبواليا؟ هو مش موفق لسه الافارقه بياخدوا وقت على بال ما يندمجوا مع الفرقه. خاصه ان هو جاي من فرقه صغيره لفرقه كبيره تاخد بطولات. يعني وهاني يعرف الشعور دوت. لما احنا كنا فين؟ انا كنت في كفر الشيخ وجد النادي الاهلي ضغوط في فرقة مختلفة خالص والعزيمة والرغبة والاسم والدوافع كل حاجة اتغيرت. عشان انا بلعب في فرقة هي وان واي بتلعب على بطولة ما بتلعبش على مركز تاني او بتلعب على مركز ومتفوكس عليها طول الوقت الاهلي. فهو محتاج بس ان موسيماني وده انا باخده على موسيماني ان هو بيخرجه. يعني انا يعني الماتش اللي جاي الاسماعيلي انا عاوز يلعب يبدا بيه ويلعبوا الماتش كله حتى لو وحش سيبه في الملعب. في ساعات يا كابتن برضه المدير الفني تحت ضغوط انه ما عندوش رفاهيه الوقت وما عندوش رفاهيه مثلا التعادل ما عندوش رفاهيه انه يعني ما عندوش فتره طويله انه يجرب فيها. يعني الكلام دوت ممكن لو حاسمين مثلا الدوري وخلاص الدوري للنادي الاهلي فبيديله فرص كبيره. ساعات المدير الفني بيتحط تحت ضغوط هو مقتنع بيه كمهاجم لكن ما عندوش رفاهيه الوقت ده. احنا محتاجين الناس تقول لا محتاجين محمد شريف في الفينش بتاعه احسن فممكن نديله. يعني انا معاك دي وجهات نظر يعني ما هي دي وجهات نظر بس انا معاك. هو الولد محتاج يبقى في الملعب. يعني هو في الماتش بتاع امبارح مضيع كام كوره واذا انه بيتحرك وبيخلق لنفسه الفرص. ويعني قفشه لما بيمسك كوره وبعدين بيرفع راسه لفوق بيدي اللي هو بيتحرك في المكان المظبوط وهو بيتحرك. فكون ان هو بيضيع ده ما كل الفرقه ضيعت امبارح. كل الفرقه ضيعت. بنون ضيع يعني بنون وحسين الشحات وحتى محمد شريف ضيع وقفشه ضيع واحده بدماغه واحده اللي هي جت جنب القائم يعني كله ضيع. يعني اذا مش هو بس. فانا انا بتكلم على ان انا عاوز اكسبه قدام. يعني احنا لسه الدوري طويل
وبطولة افريقيا يعني ان شاء الله باذن الله هناخد هنصعد ان شاء الله في بطولة افريقيا. وانا دايما بقول لكم ان شاء الله دايما بتقول لنا كده وان شاء الله هناخد الدوري باذن الله يا رب. فهو محتاج بس وقت، ياخد وقت طويل، ما تستناش على ان هو يبقى مش موفق او بيغلط كام غلطه وشده. طب هي دي النقطه اللي عايزه اروح بيها لمروان. يمكن امبارح مروان بلمسه يد رد على اللي بيشكك في قدراته. بالظبط. قد ايه مدى اهميته في اللي جاي وفي خط هجوم الاهلي في الفتره اللي جايه كابتن محمد؟ ده مهم جدا. احنا يعني ما احنا دلوقتي عندنا الفرص الضيع كتير، فمحتاجين مروان محسن، محتاجين بواليا، محتاجين محمد شريف، لو في موجود صلاح محسن محتاجينه. المنافسه بينهم لازم تكون كبيره في ان احنا يبقى في الماتش احسن اتنين منهم يبقوا موجودين. فاحنا محتاجين الناس دي في الماتش. لمسته يمكن بقول لك ردت على عوده، يعني انا دايما بقول يمكن في عدم توفيق شويه في اللمس الاخير، في جزء اكيد عدم توفيق وفي جزء على اللعيبه نفسها وعلى تركيز اللعيبه وعلى ادائهم. حضرتك بتقول يمكن الضغوط اثرت شويه على التركيز، استعجال في وقت من الاوقات، مستعجلين عايزين نكسب بسرعه. خلي بالك كمان يعني استعجالهم وتركيزهم خلاهم اهتموا بالماتش قوي واحترموا الخصم جدا، وتضييع الاهداف من اول دقيقه لاخر دقيقه، تضييع الاهداف في الاول خلاهم مطمئنين ان هم احنا بنوصل، يعني مش مهم دي تضيع، احنا هنجيب. الوقت فاتهم بقى، الوقت بقى ياخدهم. برضو انا عاوز انوه على حاجه، ان في برضو غلطات دفاعيه عندنا. يعني لازم يبقى في شغل تخصصي. يعني احنا البديهي يا كابتن هاني ان الباك ايمن اشرف ما يخليش الوينج او المهاجم يستلم كوره، لو ما خلوش يستلم كوره ما يخلوش يلف، لا احنا اداله فرصه انه يلف ويواجهه ويعدي وخاف لا يقاوم ما يعمل ضربه جزاء فاتعمل بالعرض. النقطه الفنيه كمان الطبيعي كمان انه يطلعه لبره مش يدخله جوه الملعب، يعني حتى لو يعني لعيب عشان يبقى يزنوه في الخط، يبقى الخط حتى لو جت كورنر خط زميل ليه. بالظبط. الحاجه الثانيه الفولو، احنا دايما بنقول لما يبقى حتى في ضربه الجزاء، لما يبقى في ضربه جزاء بنقول للفراوده الفولو بعد الكوره، ممكن الجول يصدها واحد يخش يحطها. لو الديفنس شايف ان واحد بيشوط يعمل فولو على الجول بتاعه. انا اللي اروح انا مدافع، انا اللي اروح اخدها، مش المهاجم. ده المهاجم شاط وعمل فولو عليها وهو اللي جابها. يمكن في اللقطه شفنا يمكن كان ايمن شويه بيلوم على ياسر ابراهيم على النقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها، والشناوي كمان. يعني في ناس قالت لا ده جزء يتحمله الشناوي، انا بقول لا، الشناوي المسافه كانت قريبه جدا بتاع الشوطه وعمل ريفلكس اكتر من رائع. كان من الطبيعي ان ياسر ابراهيم يبقى هو اللي كان اقرب 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 ليه بدر بنون، مش ياسر على فكره. يعني كان ياسر ابراهيم وايمن اشرف ناحيته، او كان يعني واحد لازم يعمل فولو عشان كان لازم واحد يعمل فولو على 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 الكوره. على الكوره دي، لان كانت يعني الشناوي ما كانش يقدر يمسكها، يعني هو ده اقصى جدا حاجه عملها. صحيح. والشناوي كان موفق بصراحه يعني. طب واحنا بنتكلم على الدفاع النهارده، محمود متولي بيشارك في التدريبات، مهم اكيد عوده محمود متولي بجانب بدر، بجانب ايمن اشرف وياسر، وطبعا من خلفهم الحارس الامين. بص حضرتك شناوي. الفتره اللي احنا فيها محتاجين كل اللعيبه، لان احنا في كورونا بتيجي للعيبه وبيسقط منك لعيبه، في اجهاد لانك بتطلعي من بطوله افريقيا تخش في البطوله المحليه، بتسافري البلد الافريقيه اللي انت رايحه تلعبيها، وفي اجهاد. فاحنا محتاجين كل واحد في الفريق. ان احنا النهارده لما يبقى ياسر ابراهيم مجهد هيلعب مكانه ايمن اشرف، لما يبقى بنون مجهد هيلعب مكانه ياسر ابراهيم، يعني محتاجين كل الناس. ان احنا في الماتش اللي جاي دوت كل الناس اللي هي بعيده عن الماتشات تلعب.
يعني طبعا يعني من غير ما نخل بتوازن الفريق ومن غير ما نخل بالانسجام جوه التيم. وطبيعي برضو خلينا نتكلم في البوزيشن اللي ممكن يكون محتاجين فيه لعيبه باسرع وقت. اعتقد كمان ناصر ماهر من الناس المميزه جدا، ممكن لو قفشه، انا اعتقادي قفشه بيقوم بدور اكتر من رائع، وكان في التشكيله المثاليه للاسبوع بالنسبه للاتحاد الافريقي والكاف، حطه مع التشكيله المثاليه. نتكلم على صلاح محسن، لان صلاح محسن كمان عنده يعني جزئين. الجزء الاولاني انه راجع من الاصابه لكن جعان كوره بلغه الكوره، ايوه، وعنده اللمسه الاخيره جيده. يعني صلاح لما كان معانا في المنتخب كان حتى يعني كان من مميزاته اللي المدير الفني الجيري كان بيقول عليها انك مميز جدا، انك من ثلاث فرص ممكن تجيب هدفين، وده اللي صحيح شويه مفتقده مهاجم النادي الاهلي يا كابتن. ايوه، لا هو يعني احنا محتاجين، ما انا بقول لحضرتك احنا محتاجين كل لعيب يبقى موجود. يعني صلاح محسن، ناصر ماهر برضو، يعني اللي هم مجموعه الناشئين اللي كانوا معارين بره، معارين ورجعوا. لازم يخشوا ولازم ياخدوا. يمكن ناصر ماهر كان عنده اصابه، خلع في الكتف، عنده وقت شويه يمكن اكتر. برضه خلي بالك الاصابات اثرت معانا شويه في الفتره اللي فاتت، وليد سليمان خاصه. وليد سليمان ومعلول، برضه معلول كان جابها يعني اسيست في ماتشات كتير قوي، يعني اوفراته وشغله من ناحيه الشمال، يعني حاجه جميله جدا. وبعدين يعني وليد سليمان يعني بينزل خمس دقائق بيجيب جول. صحيح. خمس دقائق دول ما يكفوش حد حتى ياخد على مود المباراه يعني. وبينزل كانه بيلعب بقاله 90 دقيقه. صحيح. كل دول برضو اثروا معانا في، لكن ان شاء الله باذن الله. انا يعني هو الموضوع بقى مع فيتا كلوب، دي اصعب مباراه من المباريات اللي جايه يا كابتن محمد. ايوه، لا هي ما هو فيتا كلوب ده هو اللي متساوي معاك في النقط. صحيح. لما تكسبه يا تخلص عليا خلص عليك تاخد الكوره. لما هتكسبه يبقى انت الامور بقت في ايديك. ايوه. لكن لو تعادلت معاه هو هيبقى في ناحيه وانت في ناحيه. الفرق اللي مش هيقابلك تاني. يعني انت هتبقى تقريبا خمس نقط وهو خمس نقط. أيوة. بس انت تعوض التعادل بتاع القاهره لازم تكسب هناك. ده وده اللي قاله موسيماني، هو مطلوب مننا احنا نكسب هناك. ما هو مطلوب مننا نكسبه هناك، يبقى انت بعدته يعني. بالظبط. لكن لو تعادلت معاه يبقى انتوا ماشيين مع بعض. بالظبط. هو في اتجاه وانت في اتجاه، انت هتلاعب، انت مش هتقابله تاني، دي تاني بالزبط. مباراه ليك. بالظبط. ما انتش ضامن الفرقه الثانيه هتعمل معاه ايه، ومش ضامن الفرقه الثانيه هتعمل معاك ايه. هو كابتن دايما مش عايزين يعني دايما لغايه دلوقتي وجماهير النادي الاهلي عارفه ان الكوره في ملعبنا، بمعنى ان احنا مش منتظرين نتائج الغير. يعني هتوصل في مراحل كده بتوصل، اصل لو المريخ اتعادل مع بيتا اصل، فاحنا ما وصلناش للمرحله. لا، ما هو هتوصل لنتائج الغير لو انت تعادلت مع فيتا كلوب. انت مهم جدا تكسب فيتا كلوب عشان توصل تاني. يعني ممكن يتصدر. استثني بقى سيمبا من الموضوع، انا اعتبر ان سيمبا بقى الاول خلاص. يعني وده ممكن كمان اللي جايه له تتغير، يعني انا ما بقولش ان، لكن هو المهم بالنسبه لك فيتا كلوب، لان فيتا كلوب انت اربع بنت وهو اربع بنت. صحيح. فانت محتاج تكسبه، كسبته عديته خلاص، تبقى سبعه وبعدين هتقابل المريخ ان شاء الله. خليه هو يجاهد بقى في المريخ بشكل كبير مضمونه. يعني باذن الله، يعني ان شاء الله، يعني بقول باذن الله، بقول باذن الله. لا ان شاء الله، ان شاء الله. هاني عارف المقابلات الافريقيه الافارقه مع بعض، احنا في افريقيا عشان بنقول افارقه مع بعض، بس احنا واحد برضه من افريقيا، بس الافارقه مع بعض بيبقى مقابلاتهم غير لما فرقه من شمال افريقيا، من شمال افريقيا بتلعب من فرقه من تحت، من جنوب افريقيا او من او شرق او غرب افريقيا. فبيبقى في فرق جامد جدا، بدليل ان المريخ تعادل مع سيمبا. صحيح. يعني فيعني احنا مهم جدا المباراه بتاع فيتا كلوب. تقصد حضرتك ان احنا مبارياتنا احنا
مصيرنا في ايدينا في المباريات اللي احنا هنلعبها دلوقتي في ايدينا. دلوقتي في ايدينا المباراه اللي جايه احنا مصيرنا في ايدينا، احنا اللي هنحدده باذن الله طبعا بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى. مباريات بتسعة نقط واحنا معانا اربعه، احنا 13 نتصدر يعني خلاص حسبه صغيره كده. ما انت لو كسبت فيتا كلوب هتبقى بتفكر في حاجه ثانيه. الصداره باذن الله. ده اللي يخلينا اسال حضرتك عن الوسيله الاقرب والاسهل اللي من خلالها نقدر نتخلص من ظاهره الباد فينش اللي ال 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 نهايه الهجمات يعني. وطبعا اللي بتحصل بطريقه يعني هو معروف ان بعيد بقى عن عن الشغل الفني. الشغل النفسي عشان ما احنا مش عايزين نقول ان النادي الاهلي خلاص خرج والدنيا ونمسك اللعيبه نقعد نهزق في اللعيبه ونقعد نقول اللعيبه مش عارف ايه لا، اللعيبه عملت اللي عليها وما كانش في توفيق ولازم نتعامل معاهم يعني بحنكه عشان خاطر احنا قدامنا لسه المشوار ولسه قدامنا الامل والامل لسه في ايدينا. بس اصبحت اهدار الفرص دي بس هو كتير الأمر كابتن محمد صعب. نعم اصبحت فكره اهدار الفرص ديت كتير. لا ما هو ده بقى يخش بقى في الشغل الفني، احنا بنجيب ولا سوء توفيق وحظ بس. لا هو طبعا هو دايما الكوره فيها شغل وفيها توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني ما فيهاش شغل بس، لا هو فيها توفيق من عند ربنا. فالشغل هيتعمل اكيد، موسيماني عارف الاخطاء فين وهيشتغل شغل تخصصي للفراوده، انفرادات، حاجات، كروسات من على الجناب بحيث ان هو يصلح الوقفه، يصلح الدخله، كل دوت مهم جدا. وكمان شغل تخصصه للديفنس عشان برضو الغلطات لان احنا هم راحوا علينا راحوا ثلاث مرات، واحده ضيعوها واثنين جابوهم. يعني فرقه، انا بقول فرقه طيبه جدا، ده فرقه يعني كانت تاخد خمسه سته مرتاح. صحيح. بس هو ما فيش توفيق من عند ربنا، هو جاز ربنا حاططنا في يعني في اختبار شديد شويه ان احنا نطلع متعادلين عشان يشوفنا بقى في المشوار اللي جاي. ومفيش فرقه بمستوانا يعني. هي سيمبا بس اللي هي تعتبر بتلعب كوره، فرقه كويسه طبعا، فرقه كويسه تلعب كوره، لكن فيتا كلوب بعيده خالص عن مستوى سيمبا خالص. يا فيتا كلوب هي لو جه فيها بس يعني، لو كنا الفرص اللي جبناها الشوط الاولاني جبنا هدفين كنا هنتفرج على خلاص يعني مهرجان بالظبط. اللعيبه كانت هتاخد ثقه، كانت هترتاح لان هي كانت مشدوده برضه. يعني انت لو تحس بالفرص اللي ضاعت يا هاني، تحس ان اللعيب عاوز يضمنها قوي، يعني بيمسك الكوره عاوز يعني يمسكها ويجري بيها ويحطها في الجول. احنا قلنا كل حاجه اتعملت في الماتش امبارح، كل حاجه اتعملت عشان عايز يضمنها قوي. يعني في الكورتين الثلاثه اللي جم لقفشه، يعني لو فيرست تايم بيشوط جول جوال هتخبط في واحد وتخش يعني، لكن بيوقفها وفي واحده في الشوط الثاني وقفها بعد شوط اثنين. ده جوه كان جوه قدام السكسيرن. بالظبط. المدافع جه صدها ووقف قدامه. فيعني ان شاء الله باذن الله الماتش اللي جاي ربنا يوفقنا فيه. ويعني مفيش حاجه مستحيله. لا مفيش حاجه مستحيله طبعا. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل نستكمل هذا الحوار مع كابتن محمد علي. برحب بحضراتكم في البيت الكبير مره ثانيه، وفقرتنا المميزه مع الكابتن الكبير محمد عامر مستمره. كابتن محمد، عايزين تاني نرجع للمباراه وناخد راي حضرتك الفني في بعض اجزاء المباراه اللي يمكن بعض الناس على السوشيال ميديا او جماهير النادي الاهلي بتناقش فيه على مستوى التغييرات، على مستوى الاداء الفني لموسيماني. حضرتك شايف اولا، هل في لوم على موسيماني في مباراه زي مباراه امبارح؟ والجزء الثاني، هل كان من الوارد او من الممكن يعني بعد الاطمئنان على النتيجه 2-1 كان الدفع باحد لاعبي وسط الملعب المدافع حفاظا على النتيجه، وخاصه ان كان فاضل يمكن مش اكتر من 10 دقائق لنهايه المباراه؟ راي حضرتك في الجزء الاولاني والرؤيه الفنيه للجزء الثاني. طبعا موسيماني معلوش اي لوم
في أي حاجة. وإحنا دايما بنقول الفرقة دي وراها مدرب، بمعنى أن الفرقة لما بتبقى وراها مدرب يبقى شغلها باين، بتستحوذ على الكورة كويس، بتروح للجول، بتضيع، بتسجل، يبقى في مدرب بالشغل ده مش جاي من فراغ. صحيح. احنا امبارح مضيعين اكتر من 15 فرصة حقيقية. ايوه. يعني الوم المدرب في ايه؟ بالعكس، انا يعني انا كنت شايف كمان ان يعني تغيير، يعني لو ما كانش غير كنا برضه هنجيب الجونين. ان احنا كنا بنوصل كل شويه للمرمى لو ما كانش نزل محمد شريف ومروان. لو ما كانش نزل محمد، احنا بواليا كان بيروح كل شويه، هيضيع الاولانيه، هيضيع الثانيه، هيجيب الثالثه. بس التغييرات اعتقد كانت، لكن هو بقى في رؤيه، ما هو ما احنا بنتكلم في رؤيه. صح. غير برضه، قال لك برضه يعني ما هو مش موفق، فنزل محمد شريف، نزل مروان محسن وبدا يلعب براسين، والاثنين جابوا جوال، وبرضه ده توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى. وده كمان بعد توفيق ربنا بيدل فعلا على دايما انا اقول انه موسيماني عنده قراءه جيده للفريق المنافس، وده بالفعل تحقق امبارح لما ارى الدنيا بسرعه جدا ونزل البديلين شريف ومروان، فحصل فعلا الجولين دون. في مدرب بيستغل الدوافع. يعني عارف ان مثلا مروان محسن ده لما هينزل عاوز يكسر الدنيا عشان يغير الفكره اللي الجمهور واخدها عنه ويحرك دوافعه اللي جوه. فبينزل بالفعل مروان محسن، نزل حط هدف. الولد الثاني محمد شريف عنده برضه رد فعل شديد، كره ما تردت راح حاططها، يعني بعد جهد كبير عملها اجايه بصراحه. اجايه من نجوم المباراه صراحه. كان هايل جدا. فطبعا يعني ممكن انزل او اعمل تغيير وما اكسبش. ما هو طبعا التوفيق برضه سامعك وانا بره بقول يعني، ما هو افرض احنا كنا كسبنا، كان موسيماني ده هو احسن مدرب في الدنيا في العالم. لكن احنا نبص بقى في الحاله اللي فيها درون، فيها خساره. طب خسر وهو عمل اللي عليه ولا لا؟ تعادل وعمل اللي عليه ولا لا؟ ولما تعادل اللعيبه ضيع كم فرصه ووصلوا للمرمى كم مره نبقى عارفين. لكن صحيح. لما يتعادل بسبب تغييرات مش كويسه وما لعبناش وما وصلناش للمرمى، ولو ومنظر الاداء لو قعدنا اسبوع مش هنكسب. كل يعني دوت اللي حصل تقريبا في مباراه سيمبا، وكان الانتقادات على مستوى المباراه. يعني مباراه سيمبا كان فيها، بس واضح يا كابتن ان الاداء الفني بالنسبه للموسيماني والاداره الفنيه بتعلى المباراه عن الثانيه زي اللعيب. يعني لو شفنا مباراه سيمبا مختلفه تماما عن حتى مباراه امبارح، ففي حتى توقيتات التغيير اتغيرت، بقى في جرأه ان هو بيغير بدري، كان الاول بيتاخر في التغييرات. هو بدا كمان غير طريقه اللعب، لعب براس حربة في الوقت المناسب. ايوه وبدا باللي نهى به هناك بالظبط. يعني ال 12 دقيقه اللي احنا لعبناهم بدا بيهم. بس هو الوحيد اللي غيره كان ياسر ابراهيم، ما لعبوش من الاول. صحيح. بعد 12 دقيقه يتصاب محمود وحيد ويلعب ايمن اشرف باك ليفت، وينزل ياسر ابراهيم سيرد باك. الجزء الثاني اللي كان كابتن هاني بيسال عليه، تكثيف الناحيه الدفاعيه علشان تامن الجول، كان محتاج موسيماني يعمل ده ولا لا؟ ولا فيتا كلاب ما كانتش المنافس القوي اللي احنا نعمل معاه ده؟ لا. بس بعد ما نقول الخبر العاجل، لابورتا خلاص فاز برئاسه نادي برشلونه الاسباني. كنا بنتابع مع حضراتكم الخبر دوت اول ما بدانا الحلقه، هم هنكسب لنا بساعه. فالنهارده النتيجه حصل على 57% من اجمالي عدد الاصوات، وكنا بنقول في بدايه الحلقه انه الاقرب للفوز برئاسه نادي لابورتا. يعني هو من رئيس النادي طبعا برشلونه السابق، وحصل معاه مع السداسيه، ويعني عنده شعبيه كبيره جدا، على علاقه كويسه جدا بميسي، وده موضوع تاني طبعا. الجزء التاني اللي ممكن يكون فيه قلق، اعتقد ممكن يكون رونالد كومان هو اللي عنده مشكله على الاداره الفنيه لبرشلونه، لان كان
هو يعني كان بيتكلم ان هو لو في ظروف، يعني الكلام ده يمكن من 3 4 شهور، لابورتا قال انا لو هبقى رئيس لنادي برشلونه هيبقى في تغيير على مستوى الاداره الفنيه، وبيفكر في بعض المدربين، كان بيفكر في تشافي. طبعا دلوقتي النادي مع نادي السد القطري عامل وخد الدوري، وكمان كان بيفكر في بعض المدربين التانيين. فاعتقد الخبر ده مش سعيد بالنسبه لرونالد كومان، لكن سعيد بالنسبه لميسي اكيد، اللي سعيد جدا بهذا الخبر. اعتقد برضو ان هم يعني هم هناك مش بالفكر بتاعنا ان هو يبقى في يعني علاقه عداوه بينه وبين البتاع ده، يعني اول ما يجي يشيله على طول. لا طبعا هيبقى في توقيتات، صحيح، يعني عشان يمشي يبقى في توقيتات. صحيح. لو نتاج ماشيه كويس ما هو عمره ما هيقول له امشي. هو النهارده كمان اتلتيكو مدريد اتعادل مع ريال مدريد، فده قرب برشلونه كمان شويه. برشلونه في المركز الثاني، لسه برشلونه متواجد على مستوى الشامبيونز ليج، فالامور وده ما بيحصلش في اوروبا انت عارف. طبعا يعني ده ان هو يجي يشيل كل الناس دي مع لا لا خالص، لكن ما بفكروش كده. لا صحيح خالص، صحيح لا صحيح خالص يعني. طيب نرجع تاني احنا بس عايزين نقول معلش ننوه بس انه بالارقام كان بيشارك في الانتخابات دي 57 الف عضو من اجمالي 87 الف عضو في الجمعيه العموميه النهارده، وكان منهم يعني 20 الف تقريبا او يزيد قليلا او 663 عضو برضو صوتوا عن طريق البريد الإلكتروني، طبعا نظرا لانتشار فيروس كورونا. فكان ده أول مرة يحصل حتى في تاريخ الانتخابات بشكل عام. كان في مشكلة حصل قبل كده، قال لك عن طريق البريد الناس تنتخب عن طريق البريد، كان في شويه مشاكل. لا ما ينفعش عن طريق البريد، ممكن يكون في لعب في الاصوات او ده اكيد. فالامور كلها يعني مشيت بشكل سلس جدا، وكان المتوقع لابورتا طبعا يفوز بهذه الانتخابات، ونشوف بقى برشلونه بقى في مرحله لابورتا يعدلها تاني المفروض، لحسن الامور بقت صعبه جدا جدا. طيب نرجع تاني لمشوار النادي الاهلي الافريقي، وحضرتك بتتكلم ان على مستوى الاداء ما فيش اي لوم لموسيماني، على مستوى خلينا نتكلم على مستوى يمكن كان كريم موجود معنا، كريم سعيد ناقد رياضي محلل، كنا بنتكلم يا كابتن ان يعني بيدخل فينا اهداف يمكن في الشوط الثاني في الدقيقه من دقيقه 30 للدقيقه 45، ازاي موسيماني يحل الجزئيه دي؟ هل على المستوى التدريب، على المستوى المعنوي، على مستوى ممكن تكون صدفه في الدقائق دي، لكن يعني مثال المباراه اللي بتاعت فيتا كلوب، واضح ان الكره لما بتتنقل للتلت الهجومي في عندنا هناك في عند هجومنا، الديفنس بيبقى واقف مش 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 مراقب كويس، بدليل ان الكره اول ما بيقطعوها وبيلعبوها لقدام عندهم سرعات كويسه بصراحة. عندهم سرعات. طب انا ازاي؟ ما هو ده خطا دفاعي يعني ساذج جدا جدا. احنا دايما كنا نقول للديفنس بتاعنا الكره اول ما تطلع من عندك ابدا ظبط نفسك، كل واحد يبقى قدامه واحد، بحيث ان الكره ممكن تترد عفوا كده، واحد يشوط تخبط. او هفكرك بكره جت فينا جول، كان اهلي وزمالك، والكره وصلت عند عبد المنصف، كان عبد المنصف حارس مرمى الزمالك، وشاطها على طول بسرعه جدا، راحت لعمرو زكي، عمرو زكي نط خدتها بدماغه وحطها في الجول. مين عند عبد المنصف؟ يعني دايما بيقولوا لنا يا كابتن اصعب المواقف الدفاعيه وفرقتك معاها الكوره. ايوه يعني انا بقول دايما التركيز العالي للمدافع ما بيكونش انت بتبقى والفرقه الثانيه معاها الكوره، لان كده بتبقى مركز، لكن انت مفكر انت مش جوه اللعب، انت جوه اللعب بالظبط. انت السردباكات بتبقى واقفه تتفرج على اللعب ومش واخده بالها من الخصوم. صحيح. انا لما ابقى انا ممكن اتفرج على اللعب وابص على اللعب، لكن حاطط الخصم قدامي، انا حاجز بينه وبين الجول، لكن مش حاطه جنبي. أو عيني عليه يعني. حتى على مستوى المساحه، على مستوى الرؤيه موجود. عيني عليه يعني، لو جات له الكوره ابدا احط نفسي في موقف الدفاع المظبوط. صحيح. لكن ده ما حصلش في ماتش فيتا كلوب، بدليل الثلاث كور راحوا، واحده كانت هتيجي في الشناوي ضاعت واتلعبت بره، واثنين جم جوال. جوال يعني ساذجه جدا، ما هو ايمن اشرف اترقص واتلعبت بالعرض،
حد دخل حطها اللي هو نمره 7 دوت والجول الثاني ما فيش حد عمل فولو على الجول بتاعنا. بس هي ضربه جزاء يا كابتن النهارده، هنرجع لموضوع التحكيم. ضربه جزاء بصراحه انا كنت عايز بقى كويس انت قلت يعني ازاي الاتحاد الافريقي ما يبقاش فيه فار ليه؟ ازاي يعني بطوله ده بطوله كبيره زي دي ما يبقاش فيه فار؟ ده يعني انا كان عنده حق كابتن صالح سليم لما بعدنا عن بطوله افريقيا كام سنه، كان عنده حق لان في حاجات كتيره قوي في الاتحاد الافريقي ده مش مظبوطه. يعني النهارده الفار في كل حته، في الدوري المحلي ده، في الدوري المحلي عندنا ومش لو في فار في ما كانتش اتحسبت. عشان كده دايما بنتكلم عن معاناه الاهلي مع التحكيم الافريقي. الواد محنك في الوقعه يعني جري كده قام واقع بالظبط، يعني لاول وهله انا فكرت انه اتكعبل. لكن لو في فار بقى اول حكم واقف في بوزيشن يسمح له برؤيه افضل، ما كمان دوت ما هو ده حكم كبير يا كابتن. حكام النخبه، فحكام النخبه لازم في المواقف ديت يبقى واقف في بوزيشن يسمح له ان ياخد قرار صح. فانا اعتقد ان هو كمان ما شافش غير الراجل بيقع، يعني هو حتى ما شافش عمرو السوليه ده هو ازاي، هو لقى الراجل وقع راح مصفر ما ترددش يعني يعني هو الوهله الاولى تحس ان فعلا في ضربه، دليل ان هو واقف واقفه تديله المنظر انه متكعبله. مش بوزيشن يشايب بالظبط من الجنب، لانه كان على شكل عمودي وبالتالي شاف بقى يبقى في فار. طبعا نروح طبعا يبقى في عدل صحيح. لكن احنا كده احنا كده اتظلمنا. عشان كده ان شاء الله باذن الله ربنا هيكرمنا في الماتش اللي جاي باذن الله مع فيتا كلوب وهنكسبهم ان شاء الله. من الواجب وضروري فعلا ان نطبق في دور المجموعات ده مهم جدا. يطبق ده الاولى في الدوريات المحليه بيطبق، في الاولى في المباريات الدوليه. وبعدين هنا علامه الاستفهام هنا كابتن عامر انه ازاي يطبق في جزء من البطوله وجزء اخر لا. يعني ده برضو ده يطبق من يعني بدايتها من دور الثمانيه نوك اوت يعني. ايوه ماشي، بس طب ليه مش من بدايه البطوله يعني؟ البطوله قيمه البطوله بتتوقف كمان الحكم ليه دور، يعني حتى لما بنتفرج على الشامبيونز ليج الاخراج ليه دور في طبعاً. في يعني طبعا الحكام ليها دور، الشكل العام للاستادات ليها دور انك بتسوق للبطوله، حتى يعني بتتكلم على حاجات المفروض الاتحاد الافريقي طبيعي جدا انه مهتم بيها، يمكن في الفتره اللي جايه بعد طبعا وجود رئيس جديد. وده قالوا على فكره من البرنامج الانتخابي بتاع موتسيبي، قال انه لازم الفار يكون على اعلى مستوى في كل البطولات طبعاً الافريقيه طبعاً في كل المراحل، وده مهم جدا. انت بتتكلم في التصوير يا هاني، ده التصوير ده مهم جدا، ده التصوير ده حتى بيبين لنا كجمهور والله ده فرقتك عليها بلنا. شوف ما تبقاش متحامل على الحكم، ما تبقاش متحامل على الفرقه الثانيه، ما يخلقش تعصب. صحيح طب ليه؟ انت النهارده دي بطوله وبطوله كبيره وبطوله مهمه جدا للفرق اللي بتلعب فيها. طبعا فلازم يكون في فار. لا لازم يعني ده انا مش عارف النادي الاهلي ليه ما يعني طبعا هو بتاعه الاتحاد الافريقي، لكن انا اعتقد انها يعني خلاص هي كده من ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي في دور الثمانيه وموجود تقنيه الفار، مش عشان يدي النادي الاهلي برضه عشان الناس ما تفهمش غلط، لكن فير للجميع، العداله للجميع، ويبقى الدنيا تبقى واضحه. بالظبط يعني. بالظبط. طيب نتكلم شويه عن الاسماعيلي ونتكلم عن المواجهه المرتقبه ان شاء الله للاهلي في الدوري المحلي بقى. شايف حضرتك افضل تشكيل ممكن يحطه كابتن محمد عامر من وجهه نظره، ايه التشكيل الانسب؟ هو الاول المباراه دايما بين الاهلي والاسماعيلي دايما قمة. مباراه يعني فيها نديه شويه ومن زمان. ايوه كنت عايز اقول لحضرتك يعني قول لنا كواليس دايما النادي الاسماعيلي، بالرغم ان النادي الاسماعيلي دلوقتي في المركز ال 16، لكن دايما مباريات النادي الاهلي والاسماعيلي ليها اجواء خاصه، كواليس وذكريات الكابتن محمد عامر مع مباريات الاسماعيلي. هو بص المباريات دايما مباريات الاسماعيلي احنا دايما كنا بنحب نلعب، بنروح حتى في الاسماعيليه استاد الاسماعيليه نحب نلعب هناك، ملعبهم حلو ولاعيبتهم بتلعب كوره، واحنا كلاعب بيهاجموك لعب مفتوح يعني لعب مفتوح يعني بالظبط، مفيش بقى تكتل دفاعي فتلاقي في لعب حلو من الفرقتين. اي نعم احنا كنا على طول بنروح نكسبهم، من اخر جول ليا كان جول زي بتاع مارادونا
خدت الكره من 18 لل 18 انك حطيتها قبل الاعتزال قبل ما اخر كان اخر ماتش اخر جول ليا واعتزلت. وهم كمان بيحبوا يكسبوا النادي الاهلي، والنادي الاهلي كان بياخد لعيبه من عندهم صحيح كتير وكده، فطبعا في نديه. لكن فرقه كويسه، فرقه الاسماعيلي من ايام كابتن علي ابو جريشه طبعا. والجيل الجميل والعلاقات جميله جدا، والعلاقات بيننا وبينهم كويسه. اي نعم في نديه وفي تعصب شويه من الجمهورين، لكن احنا بندوبه بان هم بيشوفوا اداء كويس من النادي الاهلي ومن الاسماعيلي. المباراه طبعا الاسماعيلي في موقف حرج جدا، وفي في 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 الدور في الموقف في موقف 16، والنادي الاهلي الثالث، لكن ليه حوالي 5 مباريات او 4 مباريات مؤجله تقريبا. فطبعا المباراه مش هتبقى يعني سهله. الاسماعيلي عاوز يكسب عشان يحسن من موقفه، والنادي الاهلي عايز يستعيد الصداره في بطولته المحليه، لان هو النادي الاهلي من مميزات النادي الاهلي ان احنا بنقفل الصفحه على بطوله، بنخش بطوله وبنركز فيها تماما، ونعرف موقفنا ايه، عايزين من الماتش ايه، عايزين الثلاثه بونت ولا عايزين ايه من الماتش. فكل دوت بيبقى في حسابات النادي الاهلي. أكيد كمان على مستوى حسابات النادي الأهلي إن شاء الله الفوز بمباراة زي ديت كمان هتأهلك نفسيا ومعنويا قبل مباراة أو قبل سفر للكونغو لمباراة مهمة جدا. فأنت لما إن شاء الله بنسافر وأنت كسبان، غير لا قدر الله لما يحصل تعثر ويبقى الأمور صعبة. من هنا هاخد يا كابتن رؤيتك زي ما قال السهام للشكل العام اللي يبدأ بيه موسيماني المباراة. هل موسيماني يبدأ بمباراة تبقى هي دي البروفة لمباراة فيتا كلوب، ولا يدي بعض اللعيبه اللي عندها نفس شويه ان هو ما بتبداش بيها المباريات، وتبقى راحه شويه لبعض اللعيبه اللي ممكن يظهر عليها الاجهاد من خلال المشوار الافريقي؟ الاثنين يعني ميكس لازم اوازن بين الاثنين. يعني لازم يبقى في لعيبه يعني برضو انت مع بال ما يجي لك ميعاد الماتش ممكن يبقى في عندك لعيبه مجهده بالظبط، فانت في لعيبه بعيده عن المباريات وعندك لعيبه غايبه كابتن النهارده. عندك علي ومحمود وحيد دلوقتي وناصر. ما هو احنا هنجهز بقى الناس اللي موجوده لعيبه كتير. بس احنا بنلعب قدام امر واقع، احنا صحيح. في ظروف كورونا وظروف اجهاد وظروف انت بتطلع من بطوله تخش في بطوله. كل دوت برضو مش اي فرقه محطوطه فيه، احنا اللي محطوطين فيه صح. وبعدين حتى النادي الاهلي لما بيلعب فرقه محليه او فرقه من افريقيا، اللي من افريقيا بيجي على ان احنا ابطال افريقيا صحيح. فبيطلع كل اللي عنده، كل الجهد اللي عنده. المدربين الفنيين بيحفزوا لعيبتهم بشكل أيوة. وتلاقي رئيس النادي بيجي بيطلع تصاريح وبيطلع مش عارف ايه، والنادي الاهلي واحنا هنكسرهم وهنعملهم نفس الشيء في البتاع ده. فطبعا يعني موسيماني في المباراه دي ممكن ان هو يجرب الشغل اللي هو عايز يعمله في الاسماعيلي مع الحفاظ ان هو طبعا عايز لازم يكسب الماتش طبعا. ولازم يطلع بالثلاثه بونت ويجهز الناس اللي هي ممكن تبقى بديل كويس للناس الاساسيين، يدخل برضو ناصر. ايه العناصر الجديده اللي ممكن يدخلها موسيماني بتشكيل النادي يعني الاهلي؟ ممكن يطلع دخل صلاح محسن ناصر ماهر. ناصر لسه قدامه شويه يعني لو ناصر ماهر قدامه شويه يبقى ممكن دلوقتي كمان هيغيب تقريبا شهر. مين؟ محمود وحيد. محمود وحيد عنده مشكله العضله الخلفيه للاسف. على مستوى الهجوم خلينا على مستوى خط الدفاع ما اعتقدش في تغييرات. انا بقول يعني بواليا يلعبوا الماتش كامل بدل محمد كله. يعني محمد كله. شريف محمد ما يبداش شريف. محمد شريف يبدا يا ممكن محمد شريف يبقى مكان شحات ويجي من تحت وارد جدا. ويبقى في تبادل مراكز بينهم، ده لما ده يطلع ده ينزل. وبعدين دايما الفراود الافارقه اللي احنا بنجيبهم من بره يقول لك انا بلعب من تحت راس حربه، مفيش واحد بيجي راس حربه صريح. فهم واخدين على كده، والولد بواليا بينزل يدافع وبينزل من تحت وكده. لما ينزل محمد شريف ما يطلعش في الملعب. محمد شريف من الروس الحربه اللي مستقبلهم جاي جدا وجاي، فبرضه ما طلعوش. انا كمدير فني لما ابقى عاوز لعيب حاسس ان هو هيفيدني اديله ماتشات
ممكن يبقى في 3 4 ماتشات وحش بعد كده بتلاقيه انطلق. فدي مهمه. يعني محمد شريف ممكن يبقى ناحية مكان شحات بواليا اجاييه وتحتهم أبش وتحتهم الرباعي ده الرباعي وخط النص اليو ديانج والسوليه برضو لازم ياخد لان السوليه برضو لسه راجع وكده حمدي فتحي انذار ثالث فمش هيلعب المباراه تمام. ويبقى في برضو محمد هاني في ياسر ابراهيم وبدر بنون وايمن اشرف وشناوي وان شاء الله ربنا ان شاء الله باذن الله ربنا هيكرمنا ويعني حتى في كلامنا عايزين السوشيال ميديا عايزين الصحفيين يتكلموا كلام يبقى كلام ايجابي نشجع فرقتنا ان احنا يعني ان شاء الله نكون على قد المستوى ولا قد ان احنا باذن الله نواجه الظروف الصعبه اللي احنا حاطين نفسنا فيها باذن الله. عايز اتكلم عن دور اللعيبه الكبار في المواقف اللي زي دي، واكيد طبعا يعني لازم استغل وجود حضرتك تحكي لنا عن بعض هذه المواقف من اللعيبه اللي كانت يعني بتدير بتحتوي وبتحوط على اللعيبه باللغه الدارجه. يعني كلمنا كابتن عن المواقف ديت في الظروف اللي زي ديت، كابتن الكبار كانوا بيعملوا ايه؟ كنا دايما يعني لو بي بي يعني لو لما كنا احنا بنلعب كان بيجي لنا الكابتن صالح سليم كان يقعد معانا بالرغم ان هو يعني ما كان قليل الاجتماعات بينا كرئيس نادي كان يجي ويتكلم ويقول انتوا كويسين بالرغم ان احنا كنا وحشين جدا. انتوا لعيبه كويسه ولاعيبه هايلين وخليكم عندكم ثقه واهم حاجه تعمل اللي عليك سيبك من نتيجة واخسر مفيش مشكلة لكن اعمل اللي عليك اطلع وانت مرتاح من الملعب اعمل تبقى حاسس ان انت عامل اللي عليك هتكسب وربنا هيكرمك. فكان دايما في المواقف دي وكابتن محمود عمل كده فعلا يمكن كابتن محمود كان عمل جلسة كبيرة جدا مع اللعيبة يمكن بعد مباراة سيمبا زي ما حضرتك بتقول دايما المواقف الصعبة دي بيظهر فيها الكابتن محمود بشكل اكتر من رائع عمل سبورت للجهاز الفني وشجع لاعبتنا بشكل كبير جدا. فيعني ودايما بقول يا كابتن يعني معدل بقى لعيبه النادي الاهلي لازم يظهر الماتش ده. ايوه طبعا يعني بقى دي كلمتي ليهم بصراحه ان يعني انتوا بقى اللعيبه يعني في الاول والاخر يعني الراجل او الجهاز الفني وصلكم لحاله ان انتوا النهارده بتضيعوا 15 فرصه حقيقيه فانتوا النهارده اللي هتبقوا في الصوره انتوا يعني اللوم هيبقى عليكم انتوا مش هيبقى على حد تاني. وبعدين انتوا بتمثلوا اكبر نادي في افريقيا يعني لابد ان انتوا تبقوا على قد المسؤوليه وكل واحد فيكم يعني فرصته ان هو في النادي الاهلي دي فرصه اساسيين كلهم فرصه كلهم أساسيين. اللي يجي النادي الاهلي ويمشي كده مر الكرام كده ده يبقى غبي. ده لازم اعلم ابصم ابقى من علامات النادي الاهلي يقولوا ان هاني جاء النادي الاهلي بصم ومشي محمد عامر بصم ومشي بيعدونا احنا كنجوم وكلاعيبه محترفين يا كابتن محترفين كمان ما يجيش لعيب كده يجي النادي الاهلي وتاني سنه مستواه يقل ويمشي ده فرصه ان انت في النادي الاهلي وبعدين انت بتمثل نادي كبير لازم تبقى على قد المسؤوليه ولازم اللعيبه انا متاكد ان اللعيبه بتاعتنا رجاله صحيح. وان شاء الله هيشرفونا في المباراه القادمه باذن الله وهنصعد باذن الله باذن الله واحنا دايما نقول كده جمهور النادي الاهلي ورا فريقه جمهور النادي الاهلي بيثق فعلا بفريقه. بعد الفاصل بقى كنا نوهنا في بدايه الحلقه عن سؤال حلقتنا من هو المحترف الذي تتوقع تألقه مع منتخب مصر خلال الفتره اللي جايه. بعد الفاصل نرد على هذا السؤال عن طريق طبعا مواقع الاتصال الاجتماعي وناخد طبعا راي كابتن محمد عامر الكابتن الكبير اللي مشرفنا النهارده في البيت الكبير. كنا سألنا سؤال مع بداية الحلقة تتوقع مين يكون المحترف اللي ممكن يتألق مع المنتخب إن شاء الله المنتخب الوطني المصري خلال المباراتين القادمتين.
عندنا طبعا كابتن حسام البدري من شويه اعلن طبعا ست اسماء هتنضم ان شاء الله لمعسكر مارس، تم اختيارهم بالفعل. لكن خلونا كده نستعرض بعض اجابات حضراتكم ونبدا من فيسبوك. يوسف خلفاوي من فيسبوك بيقول اتوقع تريزيجيه ومصطفى محمد، علي ياسر قال صلاح وكوكا، ايمن عبده قال مصطفى محمد، كمان استاذ محمد فكري قال لك مصطفى محمد وتريزيجيه، استاذ ابراهيم عيد قال اكيد صلاح. على مستوى تويتر كان حاتم ابو غزاله كان بيقول اتوقع تالق تريزيجيه، عبد الرحمن عصام قال محمد صلاح، ومحمد اسامه بيقول مصطفى محمد طبعا، احمد بيقول تريزيجيه. يعني ده على مستوى التويتر. على انستجرام يا سهام، على انستجرام استاذ كريم هاني قال ابو مكه طبعا يقصد محمد صلاح، عمر احمد قال محمد صلاح وتريزيجيه، عبد الواحد عادل قال مصطفى محمد، كمان استاذ محمد ابو الوفا قال لك صلاح، واحمد محمد قال مصطفى محمد. كلها يعني ما بين محمد صلاح مصطفى محمد. تتوقع مين يا كابتن محمد الفتره اللي جايه، مين ممكن يتالق مع المنتخب؟ هو طبعا الموجود مع المنتخب قبل كده في تريزيجيه وفي محمد صلاح طبعا والنني وكده، لكن انا بقول مصطفى محمد هيبقى نجم ساطع جدا مع المنتخب، لان هو كمان يعني حالته طيبة جدا في تركيا، صحيح، وعمل ماتشات كويسة جدا، وتقريبا لعب حوالي 7 8 ماتشات حاطط 7 جوال. صحيح. انا اعتقد يا كابتن على مستوى يعني المحترفين طبعا يمكن حجازي عشان بيلعب بس في الدوري السعودي في اتحاد جدة، يعني اعتقد بيقدم مباريات اكتر من رائعه. حجازي كمان نوعيته من نوعيه راجل يعني طبعا في لعيب مهما اختلف الدوريات صحيح ليه هو يعني شخصيته بقى شخصيته فيها رجوله وفيها روح قتاليه، فيها الفايت سبيريت عنده شديد جدا على مستوى اللعيبه بتوع البريمير ليج، خاصه البريمير ليج. تريزيجيه يمكن كان فيه فتره غياب شويه لكن رجع بقوه جدا مع استون فيلا، بيأدي بشكل اكتر من رائع. وتريزيجيه كمان من فترات طويله كان يعني كان محمد صلاح طبعا يعني وكان ليه حق ان هو مغطي بشكل كبير. اعتقد انا تريزيجيه كمان هيبقى ليه اعتقد بصمه كبيره جدا مع المنتخب. محمد صلاح بعد هزيمه النهارده كمان ويمكن كان نفسيا مش مظبوط للاسف، يعني ده تامن ماتش على التوالي على ارضهم. ويمكن محمد صلاح النهارده كان اخطا شويه في الهدف، لكن على المستوى المعنوي مش في افضل حالاته خالص. فانا بتفق مع حضرتك كمان ان مصطفى محمد كمان اعتقد مصطفى محمد وتريزيجيه على مستوى الهجوم، بالرغم ان كمان احمد حسن كوكا مكسر الدنيا برضه يعني. بسمع عنه سمع جيد جدا في اليونان بس هو يعني ده الكلام ده من بدري مش من دلوقتي، لكن بيختلف تماما مستواه في مع المنتخب المصري، مش عارف ليه ايه السبب مش عارف. يعني هو بيلعب تحت ضغوط، في ضغوط حواليه مفيش، يعني المفروض ان هو خبره والدوري هناك يعني اقوى من طبعا ولعب على مستوى الشامبيونز ليج كابتن، لسه كمان على مستوى حط جون للفوز في قدام اندوهوفن وخرجه من البطوله، مستوى المعنوي عالي جدا، هو متالق كمان. الكيمياء بقى بتاعت المنتخب مش عارف فيها لسه مش عارف، اصل هو مش مستواه مش عالي هناك من دلوقتي، ده من بدري من بدري، بس كل ما بيجي المنتخب نفسيا يعني يا كابتن تفتكر ان انا مش عارف يعني ايه السبب، يعني ايه السبب اللي بيخليه يعني الكيمياء بتاعته مش متوافقه مع تذبذب في الاداء، يعني ممكن يكون الكابتن على مستوى غير ما بنشوفه بره غير ما بنشوفه بره خالص. ما هو يعني ده نقطه حضرتك اتكلمت عليها، انه ساعات بيثبت يعني هو عارف ومتابع السوشيال ميديا وعارف ان يمكن في انتقادات عليه من فترات طويله، يمكن الفتره اللي فاتت، فبيجي بقى بيحاول يقدم اكتر، بيكون مركز قوي فما بيقدرش يبقى ريلاكس، يعني ما بيقدرش يتحرر من الضغوط ديت، ما بيتحررش من الضغوط دي زي هناك بالظبط. يعني هناك حتى لو ضيع ما بيهمش بالظبط، لكن انا حاسس ان هو بيتحاسب متراقب على الوحده متراقب. ممكن تاثر عليه ممكن يكون يعني. تكون دي برضه تاثر عليه.
فنيا يعني، لكن هو نتمنى له التوفيق ان شاء الله باذن الله في الفتره القادمه باذن الله باذن الله. لكن محمد صلاح زي ما حضرتك قلت كده هو طبعا نفسيا، لان في دروب في ليفربول بشكل كبير جدا، خاصه المباريات اللي على ارضهم بيخسروا على ارضهم. ممكن ده ياثر على ادائه مع المنتخب الوطني يا كابتن؟ ممكن جدا، ممكن جدا ياثر بسهوله. طبعا ممكن جدا، اللعيب نفسيه اصلا طبعا. يعني ومحمد صلاح من اللعيبه اللي ما بيحبش يبقى وحش. صحيح، يعني حتى حاسب نفسه وعنده دايما يعني تحس انه حتى ما بيضيع كوره بيبقى بيلوم كده فخاصة بقى ما يبقى في وسط اهله ويلعب وحش، وهم يعني كل الناس حاطه الامل عليه على انه هو احسن محترف في المحترفين اللي موجودين. فطبعا دي وفعلا ده اللي لامسينه من خلال يعني الاجابات حتى لا يعني الناس معوله عليه بشكل كبير طبعا. محمد ما فيش شك يعني. طيب هنيجي المشوار المنتخب نفسه، حضرتك عارف ان في مباراتين مهمين عندنا، كينيا وجزر في كينيا وجزر القمر في القاهره، متصدرين المجموعه. لكن تفتكر حضرتك بقى على مستوى المحترفين اللي في مصر، احنا عارفين في 6 محترفين في الخارج جايين، لكن على مستوى الاختيارات جوه مصر تفتكر توالي المباريات بشكل كبير جدا، ودايما لعيبه النادي الاهلي بيكون هي الاكثريه في المنتخب على مر العصور، مش عشان احنا اهلاويه يعني. تفتكر هذه الضغوط بالنسبه اللي بيمر بيها النادي الاهلي من خلال توالي المباريات، من خلال توالي الضغوط الكبيره دي، ممكن تاثر بالسلب شويه على اداء منتخبنا الفتره اللي جايه؟ والله هو ممكن لو 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 اللعيبه زي لعيبه النادي الاهلي كده، الله اقدر في بطوله زي بطوله افريقيا، يعني الدنيا ما بقتش ماشيه، وممكن تاثر طبعا نفسيا. احنا بنتكلم على محمد صلاح انه جاي من فرقته متاثر نفسيا، لان فرقته المفروض انها بتلعب على الدوري وبيتغلب على ارضهم بقالهم 7-8 مباريات بعد تالق لافت يعني كمان. طبعا ده ممكن طبعا المستوى البدني، خاصه ان حسام البدري بيتجه للفرق الاكثر استعدادا او للعيبه الاكثر طبعا اكثر استعدادا. ودايما يعني من زمان قوي، من قبلينا كمان، اللي المدربين بتوع المنتخب كان بيجوا اغلب عناصر المنتخب من الاهلي والزمالك. صحيح، الاهلي والزمالك فيهم احسن لعيبه. صحيح، مع احترامنا لبقيه اللعيبه، لكن دول بيلعبوا على دوري، بيلعبوا في افريقيا، احتكاكهم اكتر، استعدادهم اكتر، مدربينهم احسن، خبرات كمان اكتر على مستوى الدوري. حتى لما بتلاقي المدير الفني بياخد مثلا واخد خط كامل من الاهلي، ممكن نقول خط الديفنس كله واخده من الاهلي، نص الملعب واخده من الزمالك، الفراوده واحد من الاهلي واحد من الاسماعيلي واحد كده، تلاقي التشكيله بتاعت المنتخب مش يعني من بقيه الاهلي غير من بقيه الفرق غير الاهلي والزمالك واحد او اثنين او ثلاثه بالكثير، لان هو برضه ايه بيقول لك انا لما اجيب خط كامل هو في تفاهم بينهم وبين بعض، بدل ما اجيب هاني من الاهلي ومحمد عامر من الزمالك، لا بيجيب خط كامل، حاطط خط كامل، فهو هيتجه في منتخب مصر للعيبه الاهلي والزمالك. ولعيبه الاهلي والزمالك بيلعبوا في افريقيا، الزمالك برضو في المجموعه الثانيه، يعني برضو ممكن يبقى عندهم مشاكل طبعا، عندهم مشاكل في طبعا. واحنا ممكن الله لا قدر يبقى عندنا مشاكل، اللعيبه هتتاثر نفسيا عادي، ده غير المجهود البدني كمان يا كابتن. والمجهود البدني السفر والبتاع ده وكده، برغم ان احنا ده تشوف زمان كان السفر شكله يعني، دلوقتي كلها طيارات خاصه، تاخد طياره خاصه ده احنا كنا راكبين طياره حربيه هاني، كنا قاعدين على ديكك والله 14 ساعه واحنا رايحين كوتوكو، 14 ساعه في الجو والله. كان في طقمين طيار بيغيروا مع بعض، ما كانش في ترانزيت ساعتها يا كابتن، ما انا عارف. ما كانش احنا رايحين كوماسي، عشان كوماسي مطارها حربي فاخدنا طياره حربيه، بيشيلوا الكبسوله من الطياره دي وحطوا دكك، وحاطين مراتب ورا كل اللي عايز ينام مع الشنط كده يعني. النهارده الطياره خاصه، وعاوز تروح قبل الماتش بيومين بتروح، عايز تروح قبل الماتش بيحصل النهارده في تكلاب قبل ماتش كان الاهلي باسبوع تقريبا يعني،
فترة طويلة برضه اجهاد على حق. مفيش شك اجهاد طبعا وتوالي المسابقات بس احنا كنا رجالة برضه. احنا كنا رجالة وقفنا وقفة رجالة ولعبتنا رجالة برضه يا كابتن. يعني ان شاء الله باذن الله هيبقوا رجالة وان شاء الله هنفرح بيهم يا رب يا رب. هيفرحونا ان شاء الله باذن الله. لو حابب حضرتك اي كلمة توجهها للعيبة او للجهاز الفني تقول انا الجهاز الفني لا لوم عليه ولا يتلام باي شيء غير ان اللعيبه يعني انتوا زعلتوا جمهوركم فرحوه الماتش الجاي زعلتوه. احنا عارفين ان انتوا عملتوا اللي عليكم وما كانش فيه توفيق من يعني في المباراه ان انتوا تسجلوا وتكسبوا، لكن انا عايزين بقى يعني يبقى في تركيز شويه الفتره اللي جايه والفرصه لسه قدامكم، وخلي الامور في ايدينا ما تبقاش بالزبط. في ايدين غيرنا الامور عشان تبقى في ايدينا نكسب فيتا كلاب الماتش الجاي ان شاء الله. خلاص يبقى احنا بعدناه ويبقى الامور في ايدينا، هيبقى فاضلنا المريخ بره وسيمبا عندنا سيمبا. يعني احنا كلنا ثقه يا رب ان شاء الله. كنت بقول كده كلنا ثقه في لعيبتنا وكلنا ثقه في الجهاز الفني، وده الوقت اللي حضرتك بتتكلم عليه ان جماهير النادي الاهلي كمان جماهير النادي الاهلي عارفه كده ان ده الوقت اللي نقف ورا أيوة. فرقتنا ورا جهازنا الفني ورا لاعبتنا، لان المشوار طويل ويعني مباراه وعدت عدم توفيق في رعونه من بعض اللعيبه في بعض الاخطاء كل ده وارد، لكن هم دول الرجاله جابوا لنا الثلاثيه دوري وكاس وبطوله افريقيا وثالث عالم، وهم دول باذن الله ان شاء الله اللي هيكملوا. احنا ما نقفش يعني معاهم وهم كويسين صح. احنا نقف معاهم وهم محتاجين الدعم مظبوط يا كابتن. يعني احنا لازم نبقى سبورت ليهم في ان احنا نشجعهم وناخد بايديهم وحاطين فيهم ثقه كبيره ان هم ان شاء الله باذن الله هيعادونا لبر الامان باذن الله. ان شاء الله. اشكرك جدا يا كابتن محمد، شرفتنا النهارده. نورتنا يا كابتن وشرفتنا. مشاهدينا دي كانت حلقتنا النهارده، بكره ان شاء الله على موعد جديد في البيت الكبير من 10 الوقت. تصبحوا على خير.